ما فكرش سي حمدي في يمنع ثقته المعين الشعباني؟ الترجي ممكن تقولوا الترجي نجم يهز تيتروات من غير مدرب. صح صح، الترجي عنده 8 لاعبين في الفريق الوطني الاول، وعنده 3 لاعبين في فريق النخبه، وعنده 3 لاعبين بليسي. يعني الترجي ناقص 14 لاعب توا، يعني نقولوا احنا ما تبقى من الرصيد البشري تاع الترجي، يعني الناس نقولوا احنا اصحاب المستويات النسبيه مقارنه باصحابهم الا بعض اللاعبين. كيفي بعد ماتش مدني فما برسك شهر، فما 3 جماعات ولا شهر راحه، الترجي عنده الوقت باش يخمم واضح، وباش يكون معين شعباني. عنده ثقه كبيره سي حمدي في معين شعباني، ولكن سي حمدي برزانته مش يحرق المراحل، حرق المراحل لا. اما معين شعباني ما عنده، يعني ما هيش هارب عليه الترجي، وهو مقتنع بالشيء هذا، وقاعد يتعلم، وقاعد ماشي في ثنيه صحيحه، وباش يكون شان كبير. مش اول مره هذه، ولا لحظه برك، مش اول